رحيم رضا الفرق أجمعين فتح تازي لكرة قدم مصغرة. هذا نهار كبير انضمت له جمعية فتح تازي ومشاركة مع جمعية اتحاد تازي كرة قدم مصغرة مقابلة كريم ياسين نجيب زعنتا الأستاذ اللي عطى خدمات كبيرة لهذه المدينة هذه، خدمات جليلة. وكيف كتشوفوا رحبنا بفريق النصر الفاسي ضد لاعبين نجوم تازة اللي كيشمل جميع اللاعبين ديال الفرقين الترجي ولا القدس ولا جمعية تازة. وهذا النهار بغينا 6/6/2015 بغينا نخليو دائما نخليوه كل عام ماتش تكريمي. الفعاليات اللي عطات بزاف لهاد المدينة واللي منسية، حنا ان شاء الله غادي نفكرهم بهم كل عام 6/6 غادي يكون دائما ماتش تكريمي، نختاروا واحد من الناس اللي منسيين. هذه رسالة كنوجهها للمسؤولين باش ما نساوش الناس. دابا واحد الحاجة اللي كاينة في تازة هو اللي صار الكرة كنساوه، صافي كيتنسى بحال ما عمرو عطى لهاد المدينة، ما خصناش نساوهم. دائما خصنا نبقاو نفكروهم، ندقوا عليهم، نسولوا فيهم واش مزيانين واش ما مزيانينش. جميع اللاعبين ديال جمعية تازة ولا الأولمبيك اللي ولا القدس التازي، ديما هادي خصنا نخليو هاد اليوم 6/6 دائما نبقاو نفكروا فيه واحد.